بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. التم ده سورة الأعراب تخا سلور بنزوس بنز بنزوس أو شبش بنزوس نمبر آياتنا تلاوتك شهغ داسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. نهم بأهم ده سورة الأعراف ده يوصل أولس نمبر آياتك ده يوصل دوش نمبر آيات تر آخرة پوري تلاوتك او دغا آياتنا فتكرار تروايا جهغ داسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. دغ آياتنا فتكرار رواية خاصة يوصل شل نمبر آيات إن شاء الله عز وجل فرماي وألقي السحرة ساجدين دير شوار ووايا. لسم ده سورة يونس تخ يو أتيا أو دو أتيا نمبر آياتنا تلاوتك أو دغ آياتنا هم دير تكرارك شهغ داس دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أو دغ آياتنا هم دير تكرارك خاصة دا الله عز وجل دغ قول فرماي إن الله سيبطله دير تكرارك يولى سم ده سورة طه ده نشبة نمبر آيات خبه ده حسا فتكرار سر تلاوتك شاء الله عز وجل فرماي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فدي التكرار سر ووايا تلاوتك دول سم ده سورة المؤمنون تخ يوصل بنزلس يوصل شبارس يوصل أولس أو يوصل أتلس نمبر آياتنا تلاوتك جهغ داسدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جر لسم سورة الصافات دا أول نمبر تخ بعد لسم نمبر آيات تر آخر پوري تلاوتك شهغ داسبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا
إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سور لثم ده سورة الأحقاف ده نوش نمبر آيات خه بعد ده دجرش نمبر آيات تر آخر پوری تلاوت چاغدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بنزل ثم ده سورة الرحمن درجرش سلورجرش بنزجرش أو شبوشجرش نمبر آياتنا تلاوتك جهغ داسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الحشر يويش دوويش درويش أو تليرويش نمبر آياتنا تلاواتكم جهغ داسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أول سم ده سورة الجن ده أول نمبر آيات تخ بيا ده نهم نمبر آيات تر آخرة پوري تلاوتك جهغ داس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال